انا معايا على التليفون سعاده الاستاذ سهيل العريفي، الاستاذ سهيل العريفي مدير اداره الفعاليات بمجلس ابو ظبي الرياضي ورئيس اللجنه المنظمه لكاس السوبر. استاذ سهيل مساء الخير على حضرتك، وبالتاكيد استعداد خاص وترتيبات خاصه من حضراتكم بالتاكيد لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك. مساء النور، بمسي عليك وعلى متابعينك وعلى جماهير مصر العربيه وعلى شعبها وحكومتها، ويا رب دايما من افراح لافراح ومن سعاده لسعاده يا رب. اولا بسعد جدا بوجود حضرتك معانا على الهواء مباشره عبر الهاتف من ابو ظبي لكي نتحدث على مباراه القمه، ترتيبات مجلس ابو ظبي الرياضي لهذه المباراه، حضرتك بصفتك كمان رئيس اللجنه المنظمه لهذه المباراه، كيف كانت الاستعدادات وكيف كان التجهيز لاقامه هذه المباراه ان شاء الله يوم الخميس القادم الموافق ان شاء الله 20 فبراير بتوقيت القاهره، المباراه الساعه 7 مساء. باذن الله كل الترتيبات الحمد لله ماشيين حسب الخطه اللي نعمل بها بيننا وبين اتحاد الكره المصري، فان شاء الله جاهزين لاستضافه اعرق واكبر فريقين في الوطن العربي من اقدم الفرق اللي لها شعبيه كبيره في الوطن العربي وفي كل مكان. اكيد ان احنا اليوم محظوظين مرتين، المره الاولى ان اخواننا من جمهوريه مصر العربيه موجودين عندنا وعشنا ما يقارب الان الشهر من تبادل المعلومات والاتصالات والتواصل مع بعض، وهذا شيء نحبه ونسعد به دائما. الشيء الثاني ان مصر قدمت للوطن العربي هذه الفريقين الكبار جدا من اعرق الانديه، وبالتالي احنا سعداء انهم موجودين عندنا في ابو ظبي. اعتقد اليوم احنا كل شيء ماشي حسب ما تم الاتفاق عليه، ان شاء الله في مهرجان راح يقام يوم المباراه بشكل كامل. احنا مش عاوزينها مباراه فقط، احنا عاوزينها تكون مهرجان لكل الحاضرين للكبار والصغار والاطفال، ويوم سعيد، يوم مصري اماراتي نسعد به كلنا اللي موجودين في الملعب. لذلك احنا في فعاليات راح تكون تبدا من الساعه 5 عصرا بتوقيت ابو ظبي الى الساعه 9 عند انطلاقه المباراه بتوقيت ابو ظبي، اللي هي حيكون الساعه 7 بتوقيت مصر. وان شاء الله تطلع على المستوى الفني للمباراه تليق باسم الفريقين. ما تنساش اليوم الاهلي متصدر الدوري، الزمالك لسه جاي بطوله السوبر، فالفريقين محتاجين الى المباراه بشكل كبير. فنامل ونتوقع انها تكون ان شاء الله مباراه فنيه كبيره. مثل ما عرفتوا اليوم جمهور الاهلي الحمد لله انهى تذاكره من بدري، اغلقت المنطقه المخصصه لجمهور الاهلي من بدري. اليوم باقي جمهور الزمالك باقي لهم 30% من المنطقه المخصصه لهم. احنا اليوم طرحنا هدايا للجماهير ما يقارب 3 سيارات نيسان، وايضا 100 ايباد و100 تليفون هواوي كهدايا للجمهور الحاضر، وكان نفسنا نكون نساعدهم اكثر، ويا رب ان شاء الله الكل يكسب والكل يفرح والكل يكون سعيد ويرجع بيته باذن الله امنا. تمام، استاذ سهيل، طبعا اعلن تمام العلم ان الشركه المسؤوله عن حجز التذاكر شركه محترفه على اعلى مستوى، ومن وقت الاعلان عن اقامه المباراه وحجز التذاكر كان السيستم اونلاين لكل المشاهدين ولكل المتابعين ولكل من يرغب في حجز تذكره المباراه. جماهير النادي الاهلي حجزت التذاكر منذ فتره طويله بعد عرض التذاكر عبر السيستم، اعتقد الموضوع انتهى في وقت قياسي، مظبوط؟ نعم، جمهور الاهلي من بدري بدا الشراء تقريبا. والمعلومة يمكن أول 3 ساعات، وهذه أول مرة أذكرها، أول 3 ساعات منذ طرح البيع تقريبا 40% من جماهير الأهلي خلصت. أول 3 ساعات من طرح التذاكر 40% من الساعة المقررة للنادي الأهلي جماهيره حجزتها بالكامل. نعم، فتح هم بدأ البيع عندنا في أبو ظبي الساعة 6 4 بتوقيت مصر. تمام. كنا الساعة 9 بتوقيت أبو ظبي 3 ساعات. تقريبا بايعين الى 40% جمهور الاهلي اشتروا، وهم بداوا بالمكان اللي بيحبوه اللي هي الثالثه شمال. بداوا من هناك، وابتدا يعني في دكاتره الله يحفظهم، في قضاه، في مدرسين، الكل عاوز يروح الثالثه شمال. اكيد نفسي اعمل نص الملعب كله ثالثه شمال. منبع التشغيل في الملاعب وفي الاستادات كلها بيبقى من الثالثه شمال، ده المصدر الاساسي والقوه الكبيره للنادي الاهلي وجماهيره. طيب، هل تعتبر قوه ليكم، يعني قوه ليكم في مصر، انه كل نادي عنده مكان مخصص ليه بيعود جمهوره عليه وبينشر وبيروج له، ودي يعني بتلاقيها بس في الانديه الكبيره اكيد والجماهيريه. يعني مدريد معروف مكانهم، برشلونه معروف هم فين، ف
فدي حاجه عظيمه والله، حاجه عظيمه واحنا بنسعد بيكوا اكيد. طيب هل السيستم الالكتروني المتعلق بحجز التذاكر هل كان فيه بعض الازمات الهندسيه ولا الامور ما كانتش فيها اي مشاكل والحجز اونلاين متاح لكل الناس؟ في ظل حضرتك كمان اتكلمت وقلت لي لسه متبقي من حجز التذاكر لجماهير نادي الزمالك حوالي 30%، لسه لغايه اللحظه دي الامور مش محسومه او لسه في اماكن كتير فاضيه. ايوه شوف، انا عشان تكون الصوره واضحه، انا ما اريد اقصى على او نكون يعني قاسيين على جماهير، طلعني من حته التعصب شويه بره. لا 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 خالص، اكيد اكيد انا عارف جمهور الزمالك في البدايه الفريق ما فيش مسائل كانت قويه في الدوري، لذلك هو تاخر حتى حصول الفريق على بطوله السوبر، فشعروا بنشوه، كانت في تزايد في التذاكر في اليومين اللي فاتوا بشكل ملحوظ. باقي عندهم 3 ايام اعتقد او يومين، يعني بكره وبعده ويوم المباراه. تمام. اعتقد انه يعني انا متفائل، وما تنساش المباراه ليست لجمهور الزمالك والاهلي فقط، وانما للجماهير العربيه. الجماهير العربيه كلها. الاجنبيه اللي عايشه، الكل عاوز يحضر، يعني انت ما تتخيل ازاي الطلبات على التذاكر بتجينا بالتليفون، الكل عاوز يحضر، الكل عاوز يكون أكيد. موجود. ان شاء الله راح يكون يوم كبير، وصدقني انتم تملكون في مصر ثروة في هذا المجال في الرياضة، تملكون أندية عريقة تستحقون أكثر، وإن شاء الله يا رب منها إلى الأعلى. أكيد. يبختكم بالزمالك، ويبختكم بالأهلي، ويبختكم بالزمالك، ويبختكم بالدوري، إن شاء الله يا رب منها للأعلى. أكيد، هي الفكرة، بس كنا عايزين نتأكد من معلومة، طبعًا حضرتك رئيس اللجنة المنظمة فبنتأكد من كل المعلومات عشان تبقى المعلومة صادقة وواضحة لكل الناس. طيب في أنا متوقع إن أنت مش هترتاح لغاية ما في حاجة عاوز. حاجة تانية كمان مهمة، في برنامج أو فكرة إقامة مباراة بين قدامى الأهلي وقدامى نادي الزمالك، ده هيتم يوم المباراة ولا قبل المباراة بيوم؟ فكرة القدامى دي بالتعاون مع الاتحاد المصري، محمد فضل اختاروا الأسماء القدامى من الفريقين ووصلوا إلى أبو ظبي، راح يوصلون إلى أبو ظبي بعد غد إن شاء الله، يوم قبل المباراة بيوم، راح يلعبون مباراة إن شاء الله الساعة 10 بتوقيت أبو ظبي، التاسعة بتوقيت او الثامنة بتوقيت مصر باذن الله في صالة نادي الجزيرة. دي فكرة انه يعني تحدي مبكر وفتحناها للجمهور، كان اليوم عندنا رابطة مشجعين الاهلي اكدوا حضورهم اكيد بالفوهات بالاناشيد، وان شاء الله انه كله حيكون حاضر يوم المباراة دي حتبقى يعني نذكرهم بالايام الخوالي، دول كانوا بيتنفسوا في الملعب، خلي لسه نفسه في حاجه فتحنا له المجال يخلصها يعني. تمام. هل هيبقى في ترتيبات لفكره الفان زون بجوار استاد محمد بن زايد في نادي الجزيره للجماهير اللي ممكن هتكون بالقرب من الاستاد، يكون في اماكن حتى للجماهير اللي داخل الاستاد يكون في امور ترفيهيه متعلقه بيهم اثناء المباراه او بعد المباراه او قبل المباراه؟ نحن نسوي فان زون من عندنا وشركه برزنتيشن بعد نسوي فان زون، وفي اكثر من فعاليه موجوده خارج الملعب وداخل الملعب، تعاقدنا مع شركات كبيره، انا ما اريد اعلن اعمل اعلان لحد في قناه ثانيه، شركات العالميه هي اللي راح تكون مسؤوله عن كل احتياجات الجمهور في الملعب، وخلي بالك احنا متفائلين ان اهم حاجه انه فنيا تطلع بشكل كويس ان شاء الله. خدمه البار وصلوا التقنية من موجودة من الاتحاد الإماراتي مشكورة، تمام، وفر لنا تقنية الفار، حيكون الحكام زي ما أعلنهم الاتحاد المصري الكابتن جمال الغندور اختار حكامه، وإن شاء الله إن المباراة تطلع فنيا بالشكل اللي يليق. أستاذ سهيل، حضرتك كنت موجود في مباريات السوبر الأخيرة اللي اتلعبت في الإمارات سواء في استاد هزاع أو استاد محمد بن زايد، على المستوى الشخصي إيه الشيء اللي لمسته المرة دي مختلف عن المرات السابقة، أو إضافات اتعملت المرة دي ما كانتش موجودة المرات السابقة؟ شوف المرة هذه يمكن الفقرة أو الفترة اللي هي مختلفة، لأنه احنا طولنا شوي، يعني أول مرة كانت يعني أنا أعتقد هي أحسنها بالنسبة لي أول مرة. لأنها كانت بعد فترة طويلة من توقف حضور الجماهير في مصر. فلما حضروا الجمهور في الملعب كان يعني كانت في فرحة من الجمهور أنه حاضر المباراة. حقيقي. كانت في كانوا سعداء أنهم بيشوفوا فرقهم، وكانت دي بالنسبة لي يعني شويه عاطفيه اكثر، فكنت سعيد جدا بالمنظر، الناس كانت ما تتخيلش فرحه الناس وهي بتشوف الفريق قدامها بيلعبوا فرقهم، كانت المباراه الاولى اول مباراه الاهلي والزمالك.
المباراة دي هي بوقت جميل أن الفريقين جاهزين، ما فيش أي عذر لحد، عرف يعني كل الفريقين جاهزين. طولوا فترة، احنا عاملين فترات، ما أريد أعلن كل شيء اليوم لأنه لسه في أشياء ممكن تنضاف وممكن تلغي، ولكن يعني المرة هذه شوف صراحة حجز التذاكر كان أسرع بكثير من قبل، الناس متشوقة أنها تحضر، في فرحة في المدينة بالرغم من كل البطولات اللي احنا نظمناها والفعاليات، لكن تشعر بقيمة المباراة في الشارع. يعني احنا اليوم قبل فترة بسيطة كان عندنا فعاليات عالمية مثل الجولف العالمي، عندنا ترايثلون، عدة فعاليات كبيرة ويحضرها ما يقارب 50 إلى 60 ألف شخص كجمهور. تمام. لكن حتى كان عندنا كأس آسيا قبل فترة وكأس العالم للأندية، ولكن هذه المباراة مش عارف ليها استعداد خاص وطبع خاص. لا يعني ردة فعلها كبيرة. أكيد. ويعني المصريين كثير في كل مكان، يعني المباراة في نفسها كبيرة، عرفت؟ أكيد. ردة فعلها كبيرة 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 يعني. ما شاء الله في السوشيال ميديا، الناس في المنطقة في الكروزات في الإمارات كلها بشكل عام، حتى في الدول المجاورة، يعني احنا عندنا جمهور راح يجون من دول الخليج، عندنا مصريين قد جايين من السعودية، وعندنا مصريين جايين من الكويت عشان يحضروا المباراة، ودي حاجة عظيمة انك انت اليوم هذا تسويق كبير للكرة المصرية. أكيد. يعني نعم لما في جمهور، احنا بنعرف انه في ناس بتسافر عشان تروح ليفربول عشان يشوفوا محمد صلاح. نعرف انه في ناس بتسافر عشان تشوف مانشستر سيتي او برشلونه ريال مدريد وكذا يعني، فلما في انديه عربيه بعد توافق كبير انه بتجيبها جماهير من برا، في ناس كثير جايه من مصر، وهذا شيء يفرحنا ويسعدنا. فان شاء الله أكيد. انا متفائل جدا انها تطلع باذن الله وانها تطلع بشكل حلو. استاذ سهيل انا بجد بشكرك شكرا جزيلا، وشكر يعني كبير جدا وتقدير كبير جدا كمان لمجلس ابو ظبي الرياضي وكل القائمين على تنظيم هذه المباراه. شكرا ليك ولكل العاملين معاكم مشكورين، شكر من الاعماق، الله يحفظكم. الله يخليك والله يحفظك، شكرا جزيلا الاستاذ سهيل العريفي مدير اداره الفعاليات بمجلس ابو ظبي الرياضي ورئيس اللجنه المنظمه لكاس السوبر المصري بين الاهلي والزمالك.